أعزائي الطلبة، تطرقنا في الدرس الماضي إلى موضوع المتسعات، واليوم نكمل هذا الموضوع في الدرس الثاني اللي نوهنا عنه بالدرس الأول، أنه سوف نشرح موضوع العوازل القطبية والعوازل غير القطبية. أعزائي الطلاب، العوازل القطبية، هذه العوازل القطبية من أمثلتها الماء النقي. ما هي مميزات هذه العوازل؟ من مميزات هذه العوازل القطبية، العوازل القطبية من مميزاتها أولا أنها تمتلك عزوم كهربائية دائمية، أي أن جزيئاتها تمتلك دايبولات كهربائية، أي أن الجزيئة تحتوي على شحنة موجبة وشحنة سالبة. إذن تمتلك جزيئاتها عزوم كهربائية دائمية، إن هاي العوازل القطبية تمتلك عزوم كهربائية دائمية. وأيضا هذه العوازل القطبية من مميزاتها أن البعد بين الشحنة الموجبة والسالبة مقدار ثابت، مقدار ثابت، البعد بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة في هذه الجزيئة مقدار ثابت. هذه العوازل قبل ما نوضعها في أي مجال كهربائي جزيئاتها تكون عشوائية الترتيب كما في الرسم التالي. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الجزيئات، تكون جزيئات عشوائية الترتيب غير مرتبة، بالرغم من امتلاكها عزوم كهربائية، وهذه العزوم الكهربائية التي تمتلكها تجعل المجال الكهربائي داخل هذا العوازل يساوي صفرا. محصلة العزوم داخل العازل قبل وضعه في المجال تساوي صفر. إذن المجال الكهربائي داخل هذه العوازل القطبية يساوي صفر قبل وضعه في المجال. لكن هذه العوازل عندما نضعها في مجال كهربائي ماذا يحدث لها؟ يحدث لها التالي: هذا المجال الكهربائي والمجال نعرف من الموجب إلى السالب نسميه المجال الأصلي بين لوحين متوازيين. الآن سوف نأتي بالعازل القطبي، هذه المادة سوف نضعها في هذا المجال الكهربائي، ماذا يحدث لها؟ سوف تصطف هذه الجزيئات باتجاه موازي للمجال الكهربائي، سوف تترتب هذه الجزيئات باتجاه موازي للمجال الكهربائي، بحيث تصبح الشحنة السالبة مقابلة للوح الموجب والشحنة الموجبة مقابلة للوح السالب. إذن اصطفت هذه الجزيئات باتجاه موازي للمجال الكهربائي وكونت مجال داخل العازل، مجال داخل العازل، هذا المجال معاكس للمجال الأصلي، هذا هو المجال داخل العازل نسميه إي دي، المجال داخل العازل. إذن هذه الجزيئات
اصطفت بموازاة المجال الكهربائي موازية، أصبحت الشحنة السالبة تقابل اللوح الموجب والشحنة الموجبة للجزيئة تقابل اللوح السالب، فكونت مجال كهربائي، يعني المجال من الموجب إلى السالب، فصار عندي مجال كهربائي معاكس للمجال الأصلي، فأصبح المجال المحصل اللي هو إي كي يساوي إي المجال الأصلي ناقص المجال داخل العازل الكهربائي، وبالتالي قل المجال الكهربائي، المجال الأصلي قل. إذن عند دخول المادة العازلة بين لوحي متسعة سوف يقل المجال الكهربائي، يقل هذا المجال الكهربائي ويصبح أقل من المجال الأصلي المتكون. هذا المجال الكهربائي كما نعرف في الصف الخامس العلمي إن المجال الكهربائي يتناسب طرديا مع فرق الجهد، يتناسب طرديا مع فرق الجهد إي المجال الكهربائي يساوي دلتا في على دي، وما نسميه انحدار الجهد. هنا المجال الكهربائي يساوي انحدار الجهد مقدارا وليس اتجاها، مقدارا وليس اتجاها، وبالتالي فإن الإي يتناسب طرديا مع دلتا في، وعندما يقل إي فإن دلتا في للوحين سوف يقل. إذن عند دخول العازل بين لوحين متسعة سوف يقل المجال الكهربائي، وبالتالي سوف يقل فرق الجهد بين اللوحين. إذن العوازل القطبية جزيئاتها تمتلك عزوم كهربائية دائمية، هذه العزوم محصلة المجال لها صفرا قبل إدخالها بالمجال، لكن عندما تدخل المجال تمتلك مجال كهربائي يعاكس المجال الأصلي فيضعفه. هذا بالنسبة للعوازل القطبية والتي هي منها الماء النقي. نأتي إلى النوع الآخر من العوازل والتي ما نسميها بالعوازل غير القطبية، العوازل غير القطبية. العوازل غير القطبية، من مميزات هذه العوازل أعزائي الطلبة أولا أن جزيئاتها لا تمتلك عزوم كهربائية، جزيئاتها لا تمتلك عزوم كهربائية، وبالتالي يصبح البعد بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة غير ثابت، مثل البولي إيثيلين والزجاج. هذه العوازل أنت إدخالها في المجال الكهربائي سوف تمتلك عزوم كهربائية مؤقتة، تزول هذه العزوم بزوال المجال. إذن عندما تدخل المجال تمتلك عزوم كهربائية، عندما تخرج من المجال تفقد هذه العزوم. نأتي إلى كيف نضع هذه العوازل. هذا لوحين، هذا اللوح الأول، هذا اللوح الثاني، هذا موجب، هذا سالب، هذا هو المجال الكهربائي الأصلي إي.
عندما نضع هذه العوازل غير القطبية التي هي بالأساس لا تمتلك عزوم كهربائية، أي لا تمتلك شحنات موجبة وسالبة قبل إدخالها المجال، عندما تدخل إلى المجال سوف تكتسب شحنات موجبة وسالبة من اللوحين بطريقة الحث، وسوف تصطف أيضا بموازاة المجال. إذن هذه العوازل سوف تمتلك شحنات موجبة وسالبة بطريقة الحث، إذن اللوح القريب من الموجب يصبح سالب للجزيئة، واللوح القريب من السالب يصبح موجب. طريقة الحث أنه عند تقريب جسم غير مشحون من جسم مشحون، فالجزء القريب يكون شحنته مخالفة والبعيد مشابهة. إذن هذه الجزيئة القريب أصبح مخالف للوح والبعيد أصبح مشابه إلى اللوح. إذن اكتسبت الشحنات الكهربائية عند دخوله للمجال الكهربائي بطريقة الحث، وبالتالي تكون لها مجال كهربائي داخل العازل. هذا المجال أيضا يعاكس المجال الأصلي اللي نسميه إيدي. إذن أصبح لهذه الجزيئات الغير قطبية مجال كهربائي داخل العازل يعاكس المجال الأصلي. فإذن يصبح المجال المحصل إي كي يساوي إي ناقصا إي دي. الإي دي المجال داخل العازل المتكون، إي المجال الكهربائي الأصلي. إذن هذه هي العوازل القطبية والعوازل الغير قطبية، تكلمنا عنها بإسهاب. وهذه طبعا العوازل القطبية وغير القطبية، قد يأتينا سؤال في الوزاري يأتينا بعدة صيغ، يأتينا بصيغة ما الفرق بين العوازل القطبية وغير القطبية، أو قد يأتينا ما هي مميزات العوازل غير القطبية، أو ما هي مميزات العوازل القطبية، أو قد يأتينا سؤال ما تأثير وضع مادة عازلة بين لوحي متسعة، بين لوحي متسعة إذا كانت هذه المادة العازلة هي مثلا، يقول لي مثلا البولي إيثيلين، ماذا يحدث للسعة المتسعة، ماذا يحدث للفرق الجهد؟ طبعا هنا بالحالتين العوازل القطبية وغير القطبية، أنه عندما يقل المجال الكهربائي يقل فرق الجهد، من يقل المجال الكهربائي يقل عندنا فرق الجهد. زين، نأتي إلى موضوع آخر أعزائي الطلبة، وهو موضوع نشاط عندنا بالكتاب صفحة 12، ويبين تأثير إدخال العازل الكهربائي بين صفيحتي متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارية في مقدار فرق الجهد، وما نسميها بتجربة فاراداي، وما تأثيره في سعة المتسعة. الآن نجي ناخذ هذا النشاط ونرسم الرسم للنشاط ونفهم ما تأثير وضع مادة عازلة بين لوحي متسعة مفصولة عن المصدر. أعزائي الطلاب، راح نربط المتسعة بالبطارية مع غلق المفتاح، سوف تنشحن المتسعة بواسطة البطارية ويصبح اللوح الموجب
المرتبط بالقطب الموجب للبطارية موجب الشحنة، واللوح السالب المرتبط بالقطب السالب سالب الشحنة. هنا عملية الشحن المتسعة عند غلق المفتاح يبدأ عملية شحن المتسعة. عندما يكتمل شحن المتسعة يصبح فرق جهد المتسعة مساويا لفرق جهد البطارية، مساويا لفرق جهد البطارية. عندئذ نقول أن المتسعة قد أصبحت مشحونة شحنة كاملة. الخطوة الأخرى بالنشاط نفصل البطارية عن المتسعة كما في الرسم الثاني. نفصل المتسعة عن البطارية، هذه المتسعة راح نفصلها عن البطارية ونربطها بجهاز الفولتميتر، جهاز فولتميتر، وأيضا موجب سالب. نربط الطرف الموجب للفولتميتر مع القطب الموجب والطرف السالب للفولتميتر مع القطب السالب. الخطوة الأخرى نضع مادة عازلة بين لوحي المتسعة بعد أن قرأنا قراءة الفولتميتر في الحالة الأولى. عندما نربط الفولتميتر قبل إدخال العازل نقرأ قراءة الفولتميتر، كم يقيس فرق الجهد للمتسعة؟ مثلا قاسنا فرق جهد معين، احنا نسجل هذا فرق الجهد اللي قاس الفولتميتر قبل إدخال المادة العازلة، قبل إدخال المادة العازلة. الآن ايش راح نسوي؟ راح نجيب مادة عازلة نحطها بين لوحي المتسعة. هاي المادة العازلة. راح نخليها بين لوحي المتسعة. ونلاحظ قراءة الفولتميتر. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ عزيزي الطالب أن قراءة الفولتميتر قد انخفضت، قراءة الفولتميتر قد انخفضت. ما هو السبب لانخفاض قراءة الفولتميتر؟ السبب إدخال المادة العازلة بين لوحي المتسعة. ماذا سببت المادة العازلة؟ كما أسلفنا في موضوع العوازل القطبية أن المادة العازلة قد صنعت مجال كهربائي داخل العازل يعاكس المجال الأصلي، فقل المجال الأصلي، وبما أن المجال يتناسب طرديا مع فرق الجهد فإذا فرق الجهد قل، وبالتالي قل فرق الجهد بين لوحي المتسعة. إذا عند إدخال مادة عازلة بين لوحي متسعة مفصولة عن المصدر يصبح عندنا فرق الجهد أقل من الفرق الجهد قبل وضع العازل، قبل وضع العازل. إذن فرق الجهد قل وبالتالي سعة المتسعة ازدادت حسب القانون أنه C تساوي Q على دلتا V، والعلاقة بين دلتا V و C عكسية. إذن عندما قل فرق الجهد ازدادت سعة المتسعة. أبنائي الطلبة أعزائي المشاهدين، نبدأ محاضرتنا الأولى ونرحب بكم بالعام الدراسي الجديد. محاضرتنا الأولى هي الرياضيات السادس الأدبي، ونبدأ بفصلنا الأول وهو مبدأ أو طرائق العد. فنحن الآن نبدأ درسنا الأول، هو هذا مبدأ وطرائق العد. هنا راح يكون عندنا هسه الفصل الأول، مبدأ العد أو طرائق العد.
كتعريف لهذا الموضوع هو إذا كانت عندنا اختبارات عديدة من الاختبارات أو النتائج هو عبارة عن حاصل ضرب تلك الاختبارات لكل مرة مع الاختبار الأول أو الاختبار الثاني، وراح يكون عندنا هذا صيغة لتعريف مبدأ أو طريقة العد. فنأخذ أحد الأمثلة، إحنا عندنا إذا كانت عندنا لدينا مثال الأول، إذا كان لدينا الأحرف أليف باء جيم دال هاء، هذه خمس أحرف، أو نقدر نأخذ أحرف متعددة غير الأحرف هذه، ممكن نختارها إحنا من خلال درسنا هذا، أليف باء جيم دال هاء واو زاي، صارت عندنا مجموعة من الأحرف 2 4 6 7 أحرف. هذه الأحرف إذا نريد نختار من عدها إذا كان مسموح لنا التكرار أو إذا كان غير مسموح لنا التكرار، يقول بكم طريقة يمكن لدينا، بكم طريقة يمكن أن نختار كلمة بمعنى أو بدون معنى إذن هنا نقول بكم طريقة يمكن أن نختار كلمة بمعنى أو بدون معنى. إذا كان لنا مسموح التكرار، إذا كان أولا يسمح بالتكرار، ثانيا إذا كان غير مسموح التكرار. هنا راح نجي نعرف إذا كان يسمح بالتكرار وإذا كان غير مسموح بالتكرار. فإذا كان غير يسمح بالتكرار، هنا العفو يسمح بالتكرار، فراح يكون عندي أولا وليف طريقة اختيار الحرف الأول، طريقة اختيار الحرف الأول. هنا راح يكون عندي أن نختار كلمة بمعنى أو بدون معنى إذا كانت مؤلفة من 4 أحرف، إذا كانت مؤلفة من 4 أحرف، إذا كانت مؤلفة من 4 أحرف. إذا كان قلنا يسمح بالتكرار أو لا يسمح بالتكرار، طريقة اختيار الحرف الأول راح يكون عندي إذا كان يسمح بالتكرار راح يكون هو عبارة عن مجموعة أحرف الأحرف الموجودة عندي ضمن السياق الموجود بالسؤال، وهي 2 4 6 7 أحرف، فراح ناخذ الرقم 7. هنا طريقة اختيار الحرف الثاني راح أيضا يكون، لأنه الحرف الأول اللي أخذته راح يعاد ثانية، إذن معناته راح تعاد الحروف نفس اللي هن 7 أحرف، وكذلك طريقة اختيار الحرف الثالث أيضا راح يكون عندي أيضا 7، لأنه هنا يسمح بالتكرار، أي بمعنى الحرف اللي ناخذه راح يرجع ثانية. نرجع إلى طريقة اختيار الحرف الرابع، طريقة اختيار الحرف الرابع بمعنى ذلك أن تعاد الأحرف ثانية كما هي وهن 7 أحرف.
أما النتائج المترتبة على هذا إيش راح يكون عندي، وهي عبارة عن حاصل ضرب طرق الاختيار لكل حالة، طرق الاختيار لكل حالة صارت عندي. إذا راح يكون الناتج 7 × 7 × 7 × 7. هنا يكون الطالب يعرف لازم طريقة ضرب أو جدول الضرب، فراح يضرب 7 × 7 = 49 × 49، فراح يكون عنده حاصل الضرب لأربع مرات للسبعة هي 49 × 49. ممكن يستخدم المسودة في طريقة الضرب فيضرب مثلا بالعربي بالإنجليزي بكيف يضرب 49 × 49، فراح يكون عنده هنا 9 × 9 = 8 باليد 36. هنا راح يكون عندك 36 و4، راح يكون عندي 40، إذن 44. فراح أيضا هنا 36 3 باليد 16 و3، راح يكون عنده 19. إذن 1 0 1 باليد نانا 10 يصير 14 2، فراح يكون نرجعها إلى صورتها باللغة الإنجليزية أو بالأرقام الإنجليزية 2 4 0 1. هذا هو اللي راح يكون عندي ناتج الضرب بالنسبة للطريقة الأولى اللي كان هو مسموح بالتكرار. نرجع إلى الشيء الآخر وهو المطلوب عندي أيضا بالسؤال، وهي لا يسمح بالتكرار. هنا لا يسمح بالتكرار راح يكون عندنا دائما مشابه لاختيار الحرف الأول، وهو طريقة اختيار الحرف الأول. أيضا راح يكون عندي مشابه للطريقة الأولى اللي كان يسمح بالتكرار، وهو راح يكون أيضا 7. هنا نرجع ثانية، طريقة اختيار الحرف الثاني إخواني ويساوي لي، راح يكون عندي راح ينقص حرف من الأحرف لأنه قلنا لا يسمح بالتكرار، فراح يكون عندي هنا 6، أي نقص واحد من الأحرف. هنا كان عندنا 7 أحرف، هنا نقص حرف واحد منهن لأنه لا يسمح بالتكرار أو غير مسموح التكرار، فراح يكون عندي 6. أما طريقة اختيار إخواني وهو الحرف الثالث أيضا راح ينقص حرف من الأحرف، فراح تكون عندي هنا العدد 5. وكذلك اختيار الحرف الرابع هذا راح يكون عندي 4. أما نتائج أو حصيلة الضرب فراح تكون عندي هنا حصيلة الضرب للنتائج المترتبة عليها، فراح يكون عندي الحل إخواني هنا راح يكون 7 × 6 × 5 × 4، اللي هن نتائج طريقة العد أو طريقة الضرب بالنسبة للأعداد. فراح يكون هنا عندي تجي تضرب هنا مثل إذا كنا شوف صعوبة في طريقة الضرب، نضرب هنا 6 × 7 يكون 40 × 42 × 4 × 5 = 20. فهنا أيضا ممكن أن تسهل طريقة الضرب علي، وهذه تتوزع عليها الدرجة ضمن الامتحانات الوزارية. فإخواني هنا صارت المسألة سهلة، نضرب 42 نزل 0 هنا، إذا كانت الأعداد بها أصفار نزل 0 في المقدمة، وبذلك نضرب 2 × 42. أيضا إذا كنا ما نعرف فنجي نضربها في الطريقة العادية 4 × 8، فراح يكون عندي 8 × 4 يعني 840. هذا الناتج النهائي بالنسبة للحالة الأولى. نرجع إلى السؤال الثاني أو ناخذ سؤال ثاني أيضا غير السؤال الأول. نرجع نقول إذا كان لدينا فتاة تملك 4 قمصان و6 نورات و4 أزواج من الأحذية، فهنا الفتاة نقول بكم طريقة ممكن أن تظهر لنا الفتاة أن تلبس زي كامل قميص مع تنورة مع حذاء. فهنا راح تكون عندي سلسلة الضرب بالنسبة لها، فراح يكون عبارة عن ضرب عدد التنورات في عدد القمصان في عدد أزواج الأحذية، فراح تكون عندي طريقة تضرب سهلة أيضا تعتمد على طريقة الضرب أو طريقة مبدأ العد. راح نبتدي بهذا السؤال، هو سؤالنا هو اللي
طرقنا عليه يعتبر مثال رقم 2، فراح يكون عندي كالآتي: إذا كان، هذا مثال قلنا رقم 2، إذا كان لدى فتاة 5 قمصان و6 نورات و4 أزواج من الأحذية، وإذا أضيف إليها أيضا مواد أخرى ثانية ممكن أن نستخدم طريقة الضرب أو طريقة العد. فهنا نقول: فبكم طريقة ممكن، فبكم طريقة يمكن أن تظهر به الفتاة بزي من قميص وتنورة وحذاء؟ هنا راح نستخدم صيغة مبدأ أو طريقة ضرب الأعداد. لاحظوا هنا علي شلون تكون عندي المسألة، مسألة سهلة، وهذه دائما اللي تتكرر في الوزاري عندنا، والطالب للأسف أنه يتركها لأنه ما يفهم طريقة الضرب. طريقة الحل هي راح تكون كالآتي: الحل راح يكون عبارة عن شلون أعرف أنه الفتاة راح تلبس قميص وتنورة وحذاء، يعني بزي مظهر لائق بها. فراح يكون عندي هنا الحل هو عبارة عن 5 × 6 × 4. ليش؟ لأنه عندنا 5 قمصان و6 نورات و4 أزواج من الأحذية. فبكم طريقة قلنا أن تظهر به الفتاة أن تلبس هذا الزي بحيث أن تكون مظهرها اللائق؟ فراح يكون عبارة عن حاصل ضرب تلك الأعداد هي 5 × 6 × 4. فهنا أخواني راح يكون عندي هسه 6 × 5 = 30 × 4، فراح يكون عندي 120 طريقة ممكن أن تظهر بها الفتاة بهذا الزي الكامل. يعني 6 × 5 = 30 × 4 راح يكون عندي 120 ب 120 طريقة أو 120 طريقة ممكن أن تظهر بها الفتاة أن تلبس الزي قميص وتنورة وحذاء. أيضا عندنا أمثلة كثيرة تظهر عندنا في الأسئلة الوزارية، وهي مثلا عندنا صاحب محل للدراجات الهوائية، يمتلك هذا صاحب المحل، خلي يكون مثال ثالث، مثلا يمتلك صاحب محل، صاحب محل للدراجات الهوائية. الهوائية هنا محل صاحب دراجات هوائية، أي احنا نقول عليها البايسيكلات. يمتلك مثلا 6 درازن من الدراجات في كل درزن، مثلا عندنا في كل درزن 6 ألوان أو 7 ألوان، في كل لون، اخواني هنا راح يكون في كل لون مثلا نقول 4 أحجام. ما هي عدد الدراجات الهوائية؟ ما هي عدد الدراجات الهوائية في المحل؟ نرجع هنا إلى طريقة الحل. طريقة الحل راح تكون عندنا المسألة سهلة جدا، ونريد الطلبة أيضا يجاوبون عليها بالوزاري. إخواني هذه من الأسئلة المكررة دائما في الامتحانات الوزارية، مثلا يقول لك يمتلك صاحب محل دراجات الهوائية 6 درازن، في كل درزن 7 ألوان، في كل لون 4 أحجام. ما هي عدد الدراجات الهوائية الموجودة في المحل؟
راح يكون سوليوشن الحل هنا هو عبارة عن حاصل الضرب لتلك الأرقام الموجودة في السؤال، هو 6 في 7 في 4. راح يكون عندي 6 في 7 في 4. هنا راح يكون عندنا حاصل الضرب بالنسبة لهذه الأعداد هو عبارة عن النتائج اللي ظهرت في السؤال، فراح يكون عندي عبارة عن 6 في 7 في 4، أي بمعنى 42 في 4 8 16، فراح يكون عندي 1 6 8، أي بمعنى 168 عدد الدراجات الهوائية الموجودة في المحل. فأخواني هذا السؤال يكون أيضا من الأسئلة المكررة في الوزاري باستمرار وبطريقة متواصلة دائما. هنا أخواني راح قد يكون نبتدئ بمثالنا الرابع. هنا راح يكون عندنا مثال رابع مثلا تجي على مسألة طريقة تكوين عدد رمزة مثلا من 3 مراتب، ينطيني مجموعة من الأرقام، مجموعة أرقام مكون من عدها مثلا كم عددا يمكن تكوينه مكون من 3 مراتب أو من 4 مراتب حسب السؤال اللي يكون موجود عندنا. فراح ناخذ هسه أيضا سؤال آخر أو مثال ثالث، فراح يكون عندنا هسه راح ناخذ السؤال الرابع أو المثال الرابع لمبدأ أو طريقة العد. هنا راح يقول لي بكم طريقة يمكن تكوين، بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مكون من 3 مراتب. هنا مكون من 3 مراتب اخواني اي بمعنى احاد عشرات مئات، احاد عشرات مئات. من يذكرني مثلا 4 مراتب كافتراض بالسؤال راح يكون عندي مو شرط الا 3 مراتب، احنا على شيء هو يكون مثلا 3 مراتب 4 مراتب، فاذا ذكر في السؤال في السؤال الوزاري اذا راد لاربع مراتب راح يكون عندي احاد عشرات مئات الوف. فهنا احنا راح نخلي الرمز مالنا مكون مثلا من 4 مراتب وليس من 3 مراتب، ده طالب يلاقي صعوبة في حالة العد، فهنا راح يكون من 4 مراتب. اي بمعنى راح يكون عندي السؤال كالآتي، العدد اللي راح ناخذه هو مكون من 4 مراتب احاد عشرات مئات الوف، يمكن تكوينه باستخدام يمكن تكوينه باستخدام مجموعة الأرقام الآتية. مجموعة الأرقام اللي راح تكون هي عندي موجودة 9 8 7 6 4، راح يكون عندي 4 2 1، هذه مجموعة أرقام يريدني أكون من عدها عدد رمزه مكون من 4 مراتب يمكن تكوينه باستخدام هذه الأرقام. هنا راح يقول لي إذا كان التكرار مسموح أو إذا كان التكرار غير مسموح. فالتكرار هنا أخواني راح يكون أولا إذا كان التكرار هنا إذا كان التكرار مسموح، وراح ناخذ ايضا الحاله الاخرى اذا كان التكرار غير مسموح. نمسح هذا السؤال مالنا الاولي ونبتدئ بسؤالنا الجديد واللي هو ايضا من الاسئله المكرره في الاسئله الوزاريه. هنا اذا كان التكرار مسموح، وهنا اذا كان التكرار غير مسموح. ثانيا اذا كان التكرار غير مسموح، يعني غير مسموح به. فهنا إذا كان التكرار مسموح أي بمعنى الأرقام التي نأخذها هي راح تكون نفس الأرقام الموجودة عندي ونبي نفس العدد، يعني مثلا نأخذ 2 4 6 7 أرقام، هذا إذا كان التكرار إخواني مسموح. فراح يكون إذا نأخذ شوف طريقة اختيار رقم الآحاد، راح يكون عندي عدد الأرقام الموجودة عندي 2
أربعة ستة سبعة، إذا راح يكون عندي رقم الآحاد سبعة. هنا التكرار مسموح.